بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله ويانا مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة ويوم جديد معاكم في برنامج حياتنا. راح نسلط إن شاء الله الضوء على الكثير من المواضيع والضيوف خلال حلقة اليوم. مساك الله بالخير والنور والسرور فيصل. يا مساء السعادة والرضا والعافية والبركة والخير عبد الله. أكيد نمسي على السادة المشاهدين بكل خير ونقول لكم حياكم الله في حلقة جديدة من هذا البرنامج واللي نأتيكم ونطلعكم فيه على أهم وأبرز الأخبار والأمور اللي تصير في بلادنا الحبيبة قطر. لكن ندخل معكم في أول وأهم وأبرز الأخبار لهذا اليوم، حيث أعلنت إدارة الأرصاد الجوية عن تهيئ فرص لسقوط الأمطار على بعض المناطق اعتبارا من يوم غد الثلاثاء وحتى نهاية الأسبوع، تبلغ ذروتها مساء يوم غد الأربعاء وحتى نهار الخميس. وبحسب الأرصاد الجوية تكون الأمطار ما بين متوسطة وغزيرة في شدتها، وتكون رعدية على بعض المناطق تصاحبها رياح قوية مفاجئة أحيانا، كما وناشدت الإدارة الجميع بتوخي الحيطة والحذر والالتزام بإرشادات السلامة أثناء الأمطار الرعدية وبأهمية تلقي المعلومات من المصادر الرسمية. أكيد الله يجعلها إن شاء الله بإذن الله أمطار خير على هذه البلاد سواء كانت قطر أو أيضا المنطقة بشكل عام. يعني إحنا قاعدين نشوف فيصل الفترة الأخيرة ما شاء الله أمطار الخير زادت في مناطق الخليج وأيضا في دولة قطر، فهذه دائما نقول بأنها أمطار خير ورحمة من رب العالمين. إن شاء الله يعني بكرة نستمتع بالأجواء الجميلة، الأجواء الممطرة بكره وبعده يعني هل عندك هالثلاث ايام ان شاء الله يعني ان شاء الله المطر تستمر ان شاء الله. اما يعني ان انت ما تروح الدوام؟ لا بنروح الدوام اكيد لازم نروح الدوام. خلى ننتقل وياكم مشاهدينا الكرام الى خبر اخر وخبرنا الثاني، حيث تنطلق فعاليات الدوره 33 من معرض الدوحه الدولي للكتاب في مركز الدوحه للمعارض والمؤتمرات خلال الفتره من 9 إلى 18 من شهر مايو المقبل تحت شعار بالمعرفه تبنى الحضارات. اكيد عبد الله مشاهدينا الكرام، واوضحت وزاره الثقافه ان المعرض سيشهد في دورته 33 أكبر مشاركة دولية في تاريخه، إذ يستقطب أكثر من 515 دار نشر من 42 دولة، إضافة إلى مشاركة ثقافية كبيرة لسفارات الدول الشقيقة والصديقة. ويحتضن المسرح الرئيسي المقام ضمن فعاليات المعرض باقة منوعة من الندوات والمحاضرات والأمسيات الشعرية، إضافة إلى عروض مسرحية ومسرحية يومية ينظمها مركز شؤون المسرح. ويتضمن برنامج الفعاليات المصاحبة لمعرض الدوحة الدولي للكتاب مجموعة من ورش العمل في مجالات متنوعة ثقافية واجتماعية ومهنية، إضافة إلى معرض للصور الفوتوغرافية تحت عنوان اقرأ في جناح مركز قطر للتصوير. أكيد يعني ما كنا في انتظار هذا الحدث ومعرض الكتاب، دائما تلفزيون قطر عبد الله والسادة المشاهدين حريص أن يكون متواجد في قلب هذا المنبع الثقافة وهو معرض الكتاب بنسخة 33. هي فرصة للتعرف على دور النشر اللي موجودة وتقدم منها الكتب والروايات وأيضا التعرف على الكتاب أيضا. أكيد يعني إحنا قاعدين نشوف صراحة خلال الفترة الأخيرة في كتاب كثر من الشباب سواء من المواطنين وأيضا من المقيمين في دولة قطر، نشوفهم يشاركون في هذا المعرض، نشوف أيضا دور نشر من دولة قطر، الكثير من دور النشر موجودة في معرض الدوحة الدولي للكتاب. وبعد ما مثل ما قرينا في الخبر أن أكبر مشاركة لمشاركات دولية موجودة في معرض الكتاب، وصلنا 15 يعني وصلنا اليوم ل 33 سنة من هذا المعرض المميز فيصل. أكيد الله يعطيهم الصحة والعافية وإن شاء الله بإذن الله تكون هذه النسخة مميزة للمشاركين وأيضا لزوار هذا المعرض. من جانب الثقافة عبد الله ننتقل إلى جانب وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، والتي أعلنت عن فتح باب التسجيل الإلكتروني المبكر لطلبة تعليم الكبار بنظاميه منازل والمسار الموازي للعام الدراسي القادم 2024-2025، وذلك اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق الأول من شهر مايو لسنة 2024، ويستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 31 من شهر 7 لسنة 2024 عبر بوابة معارف لخدمات الجمهور الإلكترونية. وأكدت الوزارة أنه سيسمح لجميع الطلبة من جميع الجنسيات المسجلين بالعام الدراسي الحالي 2023-2024 بالتسجيل للعام الدراسي القادم 2024-2025 بصفة تسجيل مؤقت،
وتأكيد الرغبة في الاستمرار بالدراسة بنفس المدرسة المسجل بها الطالب حاليا، وعلى الطالب مراجعة المدرسة بداية العام الدراسي القادم لاستكمال إجراءات التسجيل. نتمنى لهم أكيد كل التوفيق في المراحل القادمة من الدراسة، وإن شاء الله بإذن الله تهون عليهم هذه السنوات بإذن الله. أكيد مشاهدينا الكرام، إلى خبر آخر، حيث أعلنت شركة الميرة للمواد الاستهلاكية ومركز الشفلح للأشخاص ذوي الإعاقة أحد مراكز المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي التي تعمل تحت مظلة وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، عن توقيع مذكرة تفاهم بينهما للترويج لفعاليات ومنتجات ونجاحات مركز الشفلح. وأكيد عبد الله مشاهدينا الكرام، وفي إطار هذا التعاون الذي يعد البادرة الأولى ضمن مبادرات عدة قادمة، ستخصص الميرة أكشاكا في فروعها لعرض وبيع المنتجات التي يصنعها منتسبو مركز الشفلح، بالإضافة إلى توفير مساحات في داخل بعض منها، ما يوفر لهم مكانا لعرض أعمالهم والاحتفاء بمواهبهم وإنجازاتهم، على أن تكون الانطلاقة بفرع الميرة بالقطيفية ثم بعض الأفرع لاحقا وفق احتياجات مركز الشفلح. كما ستقدم الميرة برامج تدريبية موجهة لتعزيز مهارات منتسبيه ودعم تطورهم المهني، بالإضافة إلى ذلك ستعمل الميرة على ترويج كافة فعاليات ومنتجات ونجاحات الشفلح عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي. هذه فيصل خطوة جميلة جدا وموفقة من الميرة بالتعاون مع مركز الشفلح، ان احنا نشوف مثل هذه التعاونات اللي تفيد الميرة وايضا تفيد مركز الشفلح وجميع منتسبيه. يعني احنا بس جانب الى ذلك مثل ما تفضلت وذكرت عبد الله، اللي هو دعم الميرة اللي تسلط الضوء على المنتج الوطني ودعم المنتج الوطني، وايضا مساندة المشاريع الصغيرة والمنزلية في ترويج لمنتجاتهم. نتمنى لهم كل التوفيق. مشاهدينا الكرام، هذه كانت اخبارنا لهذا اليوم، نبدا باول تقرير لهذه الحلقة. اكيد مشاهدينا الكرام، اعلنت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء اطلاق استراتيجية قطر الوطنية للطاقة المتجددة، والتي توافق مع رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024-2030 للارتقاء والاستفادة من خدمات الطاقة المتجددة وتحديدا الطاقة الشمسية. تفاصيل أكثر نتابعها في هذا التقرير، ولنا عودة مع ضيوفنا. أنعم الله علينا في قطر بموارد طبيعية متجددة، على رأسها وفرة الطاقة الشمسية التي يمكن الاعتماد عليها للوصول إلى قطاع طاقة مستدام، تحقيقاً لأهداف استراتيجية التنمية الوطنية. الطاقة المتجددة في قطر مسار بيئي واقتصادي يحقق رؤيتها ويعزز بنيتها، قوامه تعزيز مكانة قطر كدولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة، وعنوانه رؤية قطر الوطنية 2030. ولتحقيق هذه الرؤية، قامت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء بوضع وصياغة استراتيجية قطر الوطنية للطاقة المتجددة، والتي تتمحور حول ثلاثة أهداف رئيسية: خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من خلال السياسات والتوجهات المستدامة، زيادة انتشار الطاقة المتجددة مع الحفاظ على اعتمادية الشبكة، تعظيم المساهمات الاجتماعية والاقتصادية لبرامج الطاقة المتجددة. تهدف استراتيجية قطر الوطنية للطاقة المتجددة إلى رفع نسبة الطاقة المتجددة إلى 4 جيجاوات بحلول العام 2030. لتوليد الكهرباء من الطاقة المتجددة منافع بيئية جمة، أهمها تحسين الأثر البيئي من خلال الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة في قطر بنسبة 27% بحلول عام 2030. أما اقتصادياً فسيؤدي استغلال مصادر الطاقة المتجددة إلى تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني وتحفيز الاستثمارات في قطاع توليد الطاقة ونقلها وتوزيعها، إلى جانب تخفيض التكاليف التشغيلية. تنص الاستراتيجية الوطنية على مجموعة من القوانين والمعايير الفنية
التي تعنى بتصميم أنظمة التوليد الموزعة والربط بالشبكة والمعاينة والاختبار والسلامة والصيانة وآليات تأهيل الاستشاريين والمقاولين المشاركين في تصميم وتركيب أنظمة توليد الطاقة الكهروضوئية وتطويرها. وتنص الاستراتيجية على تطوير إطار سياسي وتنظيمي قوي وشفاف وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى وضع القوانين واللوائح التي تدعم الابتكار ونشر التقنيات الجديدة. كما تشمل الاستراتيجية مقترحات لتنمية سلسلة القيمة المحلية للطاقة المتجددة. تعمل قطر للطاقة حالياً على تطوير برامج شهادات الخصائص البيئية، مما يخلق مصدراً جديداً للإيرادات، بالإضافة إلى إنتاج كهرباء خالية من الانبعاثات. ومن أبرز مخرجات الاستراتيجية اعتماد آلية صافي الفوترة، التي تمكن المشتركين في مختلف قطاعات الدولة الاستفادة المباشرة من تركيب منظومات توليد الطاقة المتجددة وخصم قيمة الطاقة التي تم إنتاجها من القيمة الإجمالية لفواتير الكهرباء. قطر متجددة. رجعنا لكم مشاهدينا الكرام من بعد هذا التقرير، وما زلنا نسلط الضوء على المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء، والتي تسعى من خلال استراتيجية قطر الوطنية للطاقة المتجددة إلى تطبيق بيع فائض الاستهلاك بآلية صافي الفاتورة، والتي تساعد المستهلكين من بيع الفائض عن الاستهلاك الخاص بهم إلى كهرماء بسعر ثابت. أكيد مشاهدينا الكرام، للحديث بمزيد من التفاصيل سرنا أن نستضيف كل من المهندس عبد الرحمن الباكر، وهو مدير تخطيط الإنتاج وتطوير الأعمال بكهرماء، وأيضا المهندس راشد الرحيمي وهو مدير إدارة الترشيد وكفاءة الطاقة بكهرماء. حياكم الله معنا. الله يحييك. حياك جزاكم الله خير على الاستضافة. طبعا تشكركم مؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء على هذه الاستضافة، ومن خلال إن شاء الله يتم التطرق إلى العديد من الأجوبة، إن شاء الله يكون هذه الأجوبة إن شاء الله خدمة حق الجمهور، وأي استفسارات إحنا حاضرين لها إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. هذا حق واجب من التلفزيون قطر أن يسلط الضوء على ما يحدث في الدولة من مواضيع وأيضا برامج ومبادرات تصير في هذه الدولة. نبدأ مع المهندس عبد الرحمن الباكر. طبعا كهرماء أطلقت استراتيجية أو ستطلق استراتيجية قطر الوطنية للطاقة المتجددة، ماذا يعني ذلك؟ احنا بالفعل أطلقنا أمس الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتجددة، وهي عمل 22 جهة في الدولة من خلال آخر سنتين تعاوننا معاهم على وضع اللوائح والسياسات اللي تمكن الدولة أن نفتح المجال للطاقة المتجددة. احنا حاليا في الدولة 95% من الإنتاج ينتج من خلال وحدات حرارية أي بالغاز. في سنة 22 تم تدشين محطة الخرسعة، وهي تنتج حوالي 700 ميجا وات بما يشكل 5% من الإنتاج العام لمزيج الطاقة في الدولة. هي طبعا الهدف الأول من الاستراتيجية في المقام الأول هو خفض الانبعاثات الكربونية، وبالإضافة لذلك تنويع مصادر الطاقة وتعزيز أمن الطاقة. فكان من خلال الاستراتيجية احنا حددنا ان بنزيد الطاقة المتجددة بشكل مركزي لين 4 جيج بما يشكل 18% من الانتاج العام للكهرباء في الدولة، وكذلك فتحنا المجال للانتاج الذاتي للمشتركين. اذا حين بتسألون شنو المقصود بالانتاج الذاتي؟ المقصود ان كل الفئات المشتركين يمكن لهم أن هم ينتجون ذاتيا الكهرباء من خلال الطاقة المتجددة وهي الطاقة الشمسية، ويرجعها على الشبكة من خلال خدمة بيتم توفيرها في كهرماء اللي هي آلية صافي الفوترة. يعني اليوم المهندس عبد الرحمن، شنو يعني بيع الفائض بالنسبة للمستهلك؟
أوكي، هذه بالنسبة للصافي الفوترة الآلية، هي لها طريقتين. يعني في المقام الأول أن إحنا قاعد نزيد أمن الطاقة من خلال شبكة التوزيع، أن إحنا نسمح للمشترك أنه يقدر ينتج ذاتيا، فهو يرجع على الشبكة، وكذلك هو للمشترك بيقدر أنه هو ينزل فاتورته، يعني أنه يصير خفض في قيمة فاتورته. جميل. طبعاً هذه مرحلة مهمة جداً، يعني خفض الفاتورة. كل الكاستمر عندنا المشتركين هم يعني اللي هو الهدف الأساسي للكهرباء، أننا نهدف إلى خدمة المشتركين بطريقة أن نقدر نخفض حتى من فاتورهم. وما أتوقع كل المشتركين أيضاً يهدفون إلى هذا الشيء، فالخدمة هذه اللي راح تم توفيرها لهم تسهل عليهم الخدمة من خلال آليات الطلب، وأيضاً من خلال أنه يكون في خفض في نسبة الاستهلاك لديهم. من أي حد بيركب المنظومة هذه عنده، سواء في القطاع، أي قطاع، يعني أي مبنى، سواء حكومي، قطاع صناعي، عندك زراعة، جميع القطاعات هذه منهم يروح يركبون فيها هذه الأنظمة، راح يتم خفض في نسبة الفواتير لديهم. وأكيد كل مشترك يهدف إلى هذا الشيء، بدل ما يدفع مبلغ معين كان متعود عليه تقريبا بشكل شهري، معدل سنوي مبلغ ما، الحين بما أنه بيركب هذه المنظومة عنده من خلال الشركات المؤهلة، راح يتم خفض هذه الفواتير، وهو المستفيد الأكبر طبعا. أكيد. مهندس خليل، يعني هل راح تكون هناك فترة تجريبية لمثل هذه الأفكار؟ مثلا راح تكون مثلا محصورة بمناطق معينة، ولا راح تكون شاملة الدولة بشكل عام؟ الحمد لله، يوم وضعت الاستراتيجية تم دراستها بطريقة يعني جدا تفصيلية، لدرجة أن احنا ككهرماء جاهزين لأي طلب يتم تقديمه من خلال كهرماء. هناك خدمة مشتركين جاهزين لهذه استقبال هذه الطلبات، وجاهزين من اليوم. احنا هو بس عشان أضيف على كلام أخوي راشد، احنا بدينا من شهر 12 بتأهيل الموردين والمصنعين، فتحنا الباب انه يكون في قائمة بالموردين المعتمدين لكهرماء لتوفير الخدمة هذه. حاليا اللي بيصير هو احنا طبعا ما نستهدف فئة معينة من المشتركين، احنا نتوقع انه يعني الباب مفتوح لجميع فئات المشتركين. الهدف منا نفس ما قلنا، ان احنا نبي ننوع في مصادر الطاقة، نقلل الانبعاثات الكربونية، ونحسن كذلك في جودة الخدمة المقدمة، لأن في النهاية يعني في كثير من المشتركين حاليا عالميا في توجه لتحييد الكربون، يعني بقدر الإمكان، وفي توجه انه يعني في مشتركين صناعيين، وكذلك حتى القطاعات اخرى يهمها ان مصدرها للطاقة نوعا ما يكون طاقة نظيفة. فبالإضافة لتنويع الطاقة من خلالنا بشكل مركزي، ان احنا قاعد نزيد رقعة الطاقة المتجددة في الدولة، قاعد نفتح كذلك المجال للمشتركين أنهم يكونون جزء من زيادة الطاقة المتجددة في الدولة. الحين بالنسبة للمشتركين، مثل ما ذكرت، متى راح يتم تطبيق هذه الآلية؟ متى ممكن أنهم يشاركون معاكم في هذه الآلية؟ نفس ما قلنا، نحن حاليا في المرحلة الأولى بدينا بتأهيل الموردين. في الفترة القادمة بنعلن في كهرماء عن فتح باب الطلبات. الطلبات هو نفس المشترك بيروح رخص المباني، بيقدم يعني انه توصيل كهرباء عادي للمنشأة اللي عنده، لكن في نفس الوقت احنا يعني حرصنا على ان احنا الاجراءات انه يكون في سلاسة في الاجراءات، بحيث انه هو ما يتعطل، وانه يكون في اجراء مختلف ويكون معقد. حاولنا قدر الامكان انه هو نفس التوصيل العادي للكهرباء يعني للمشترك، أنه يكون في مسار خاص، أنه هو كذلك بالإضافة للتوصيل العادي للكهرباء، أنه هو يقدر يضيف إنتاج ذاتي في المنشأة اللي عنده، سواء بيت، سواء عزبة، سواء زرع، سواء مصنع. وهو نفس العداد الذكي اللي بيتركب له في المنشأة، هو مهيئ لاستقبال أنه يكون
آلية صافي الفوترة، يعني هو ثنائي، يمكن أنه هو يعني يحسب اللي قاعد يدخل من الشبكة وقاعد اللي قاعد يرجع على الشبكة. أكيد. طبعا هنا كان عندنا مرحلة مهمة جدا، أن احنا نأهل الشركات. تأهيل الشركات راح يأسس لك قاعدة كبيرة من الشركات المؤهلة، وأيضا من خلالها يقدرون الجمهور أو المشتركين يتوجهون للشركات المؤهلة، ومن خلال يقدرون يركبون الأنظمة هذه ويطبقونها في الأبنية. احنا بالإضافة لذلك نبي نفتح سوق في البلد، هو ما كان في سوق للطاقة المتجددة، نبي انه يكون نزيد الموردين اللي موجودين في البلد، فهو هاي يعني بالتالي بيحسن في السعر، وبيكون في توعية للمشتركين، لأن في فترة حتى سابقة كان في مشتركين كان عندهم الرغبة أن يكون جزء من المنظومة الكهربائية اللي عندهم، سواء في البيوت سواء في المزارع أو حتى في المصانع، أن يكون في طاقة شمسية. لكن نعم. إحنا ما كانت عندنا الإجراءات والسياسات اللي تسمح ان هي تربط بالشبكه. حاليا من خلال الاستراتيجيه احنا فتحنا هذا المجال. يمكن احنا لاحظنا ايضا من خلال تواجد مثلا ملاك المزارع او ملاك العزب، ايضا لجوءهم الى استخدام الطاقه الذكيه مثلا او الطاقه المتجدده في استخدامها لاناره مثلا زرعهم، او مثلا استخدامها في توليد الكهرباء الخاصه بمنشاتهم. اذا انتقل الى المهندس راشد، يعني هل لو تفضل وتشرح لنا شلون راح يتم تطبيق برنامج منظومات الطاقة المتجددة الموزعة؟ طبعا البرنامج يستهدف قطاعات كثيرة، في أي قطاع راح توجه لنا، سواء قطاع زراعي، خلينا نقول حد أصحاب المزارع على سبيل المثال لو تقدموا لكهرباء عشان يركبون أنظمة الطاقة الشمسية لديهم، بحيث أنه يقلل من 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 الاستهلاك المرتفع للفوترة عنده. فمجرد ما أن يطبق النظام هذا، شيء طبيعي راح يكون في استهلاك أقل يعتمد على الطاقة اللي هو كان يستخدمه قبل، وراح يتم الاعتماد بشكل كبير على الطاقة المتجددة اللي هي طاقة نظيفة طبعا. من خلاله راح يتم خفض في نسبة الفواتير راح يدفعها بشكل شهري طبعا، ويتم تحصيلها من قبل كهرباء. هنا بيكون عنده طبعا نسبة كبيرة من التوفير، نتوقع احنا يعني تقريبا نسبة التوفير هذه تكون كبيرة، بحيث انه حتى لو كانت هي مزرعة منتجة او كان عنده حد مصنع ومصنع منتج، بدل ما انه يدفع فواتير معينة يعني مبالغ معينة يدفع للكهرباء، لا، هذه المباراة راح يتم توفيرها. بالتالي هو المستفيد الأكبر، بيكون أكيد في عائد على المستثمر نفسه يوم يطبق هذه الأشياء في المصانع أو المزارع أو أصحاب الأبنية. يعني المهندس عبد الرحمن، في سؤال أخير، هل بيع الفائض راح يكون متاح في كل الفترات، فترة الصيف وفترة الشتاء أو فترة معينة؟ هو تلقائي وعلى مدار السنة، يعني يعتمد شنو الحلول الطاقة المتجددة الموجودة عند المشترك، لكن هو يشتغل على مدار السنة. يعني هو ببساطة الإنتاج الذاتي عبارة عن لوح شمسي وعداد ذكي وعاكس، هذه هي اللي هو بيركبها المشترك وبيشبكها على الشبكة عندنا. فهو على قدر ما قاعد ينتج من الكهرباء ذاتيا، الفائض منه بيدخل على الشبكة. طبعا احنا عندنا مشاريع كثير يعني تمت من خلال برامج الترشيد وكفاءة الطاقة اللي اطلق قبل تقريبا 11 سنة. منذ أطلق البرنامج كان عندنا كثير من المبادرات اللي ساهمت فيها كهرباء وتم توعية الجمهور فيها، فحصلنا كثير من المشتركين ركبوا بعض المنظومة الطاقة المتجددة ركبوها يعني. لكن حلو أن يكون عندك سياسة واضحة واستراتيجية واضحة لدولة قطر، الكل من خلالها يستفيد، عندك الشركات ممكن تستفيد منها، أصحاب الأبنية، أصحاب المزارع، أصحاب الشركات والمصانع، الكل مستفيد منها. لكن إذا بتقولي عن المبادرات تم تطبيقها، طبقنا كثير من المبادرات خلال فترة كأس العالم، كان عندنا مجموعة من المدارس تم تطبيق وتركيب ألواح شمسية من خلالها، فبالتالي تم توفير كثير من الجهود في هذا المجال، وتم إحصاها تقريبا يعني نسبة التوفير كان فيها تقريبا خلال 10 سنوات الماضية نسبة تقدر تقول 4 مليار تقريبا ريال قطري وفرناها من خلال تطبيق هذه الأنظمة. نعم. فما بالك الحين عندنا استراتيجية واضحة لدولة قطر، وأيضا سياسات راح تم نشرها وتعميمها وتكون واضحة للجميع، فالكل هنا نقدر نقول شرائح المجتمع
ممكن يستفيد من هذه الاستراتيجية. أكيد. الله يعطيكم الصحة والعافية وشاكرين لكم تلبية هذه الدعوة وجودكم معنا في برنامج حياتنا. نشكر ضيوفنا المهندس عبد الرحمن الباكر مدير تخطيط الإنتاج وتطوير الأعمال بكهرباء، وأيضا نشكر المهندس راشد الرحيمي مدير إدارة الترشيد وكفاءة الطاقة بكهرباء. شكرا جزيلا لكم. يعطيكم العافية وموفقين إن شاء الله في هذه الخطوة. مشاهدينا الكرام نطلع فاصل وبعد نكمل معاكم برنامج حياتنا. رجعنا لكم مشاهدينا الكرام من بعد هذا الفاصل، ونرحب بكل من انضم لمتابعة برنامج حياتنا واللي يأتيكم عبر شاشة تلفزيون قطر بمواضيعنا اللي راح نتكلم فيها في هذه الحلقة. أكيد مشاهدي الكرام إلى ثاني فقراتنا الحوارية لهذا اليوم، حيث عقدت جامعة قطر مؤتمرا للتحول الاقتصادي والاجتماعي باستضافة باحثين وعلماء عالميين لتحقيق أهداف التنمية، وذلك لتعزيز التنمية المستدامة ولتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، حيث يحرص معهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسحية التابع لجامعة قطر دوما على مثل هذه الفعاليات التي تساهم في التغيير الإيجابي والتنمية المستدامة. أكيد عبد الله، مشاهدينا الكرام مقدم المشاركون خلال المؤتمر أوراقهم ونقاشاتهم على مدار عدة أيام. لمزيد من تفاصيل حول هذا الموضوع يسرنا أن نستضيف السيد فهد علي البعنيم مساعد باحث في جامعة قطر. شاكرين تلبية هذه الدعوة ووجودك معنا في هذا البرنامج يا أبو علي. العفو بالعكس، وأنا شاكر أيضا لكم لاستضافتكم. أكيد هذا واجبنا اليوم. يعني سيد فهد، خلنا نتكلم في البداية عن الأهداف الرئيسية لهذا المؤتمر الدولي حول التحول الاقتصادي والاجتماعي والثقافي من أجل التنمية المستدامة اللي تم تنظيمه من قبل جامعة قطر. عموما هذا المؤتمر يأتي في سياق أهداف المعهد عموما، واللي ينتج أبحاث تتمحور حول أهداف التنمية المستدامة. يأتي هذا المؤتمر للمساهمة أيضا في تحقيق هذه الأهداف من خلال جمع الخبراء المعنيين في هذا المجال. استضفنا مجموعة من الخبراء الدوليين لمناقشة عدة محاور متعلقة في حسب ما ذكر أخوي المقدم في العنوان، التحول الاجتماعي والاقتصادي الثقافي من أجل التنمية المستدامة. وهذا يعني ينطلق من رؤيتنا أن، وأعتقد رؤية جميع، وأعتقد تتفقون معي أيضا، أن التنمية المستدامة تتطلب تحول في مجالات مختلفة، سواء كنا نتكلم عن استدامة بيئية أو غيرها. هناك آثار ستترتب على ذلك، وأيضا تحول مطلوب لتحقيق هذه الأهداف. طبعا التنمية المستدامة هي جزء من رؤية قطر 2030. نحاول نحن يكون لنا دور إيجابي في تحقيق هذه الرؤية، لذلك جاء هذا المؤتمر للمساهمة في تحقيق هذه الرؤية. أكيد. سيد فهد، لو أيضا نطلع سادة المشاهدين بتفاصيل عن بعض المحاور أو الجلسات الرئيسية التي ستتناولها فعاليات المؤتمر. المؤتمر تناول على مدار يومين أربع محاور تقريبا، شمل التعليم والتكنولوجيا في التعليم، وأيضا شمل التنوع الاقتصادي والاقتصاد القائم على المعرفة، وكذلك أيضا جانب التخطيط العمراني والاستثمار في المدن الذكية، وأيضا تطبيق مجالات الذكاء الاصطناعي أيضا في تخطيط المدن. كذلك أيضا ناقشنا على الآثار المترتبة على ذلك والتحول الثقافي المطلوب لتحقيق التنمية المستدامة. هذا باختصار أهم المحاور. طبعا مثل ما ذكرت، كان الضيوف ما كانوا مقتصرين من دولة قطر فقط، بالعكس كانوا من دول مختلفة، وايضا شارك معنا شخصيات ومسؤولين كبار من الامم المتحده ايضا المعنيين بالمنطقه. نعم. اليوم لو نتكلم معك سيد فهد عن التحديات اللي تواجه التحول نحو التنميه المستدامه في المنطقه. المنطقه عموما تشملها تحديات مختلفه، ممكن تكون بدايه بالتعليم، مثل التعليم ان يصل الى الجميع وحقيقه الجميع في التعليم، وايضا مشاكل الفقر، بالإضافة إلى مناطق أخرى مثل منطقة الخليج تحاول أن تبني اقتصاد متنوع غير معتمد على مصدر واحد فقط، واقتصاد قائم على المعرفة. هذا من جانب التعليم. نحتاج أن نغير في التعليم، ونحتاج أن يكون عندنا مخرجات في التعليم تساهم في تحقيق هذا المجال، في تحقيق هذا الهدف الاقتصادي.
بالإضافة إلى ذلك لو تكلمنا عن التخطيط العمراني هناك حلول ذكية مختلفة، هناك مجالات مختلفة وممارسات أيضا متواجدة، اختيار أي ممارسة واستثمار في أي مجال أيضا هو يعني ليس بالأمر السهل، نحتاج أن احنا نتكاتف ونتعاون ونجتمع ونتناقش كباحثين وخبراء وأيضا ناس يشتغلون في ميدانيا كخبراء يعني مثلا في الوزارات أو الهيئات، تبادل وجهات النظر إن شاء الله نساهم في إيجاد حلول أفضل وتحقيق أهداف الرؤية 2030 إن شاء الله بإذن الله. أبو علي، يعني نتكلم إحنا اليوم على موضوع البحث العلمي، فشنو اعتقادك بأهمية البحث العلمي وأنه يدعم السياسات والممارسات المستدامة؟ إذا تكلمنا خصوصا عن التنمية المستدامة هي مجال يحتاج إلى تعاون بين قطاعات مختلفة، إذا يعني ما تقدر تتكلم عن تحقيق تنمية بيئية بدون تعليم، وما تقدر تتكلم عن تعليم بدون إنتاج معرفي وبحوث في جميع القطاعات. إذا قلنا حبينا نكون عندنا ابتكار مثلا أو حل مشاكل بطريقة يعني خلينا نقول بكفاءة عالية، نحتاج إلى دور البحث والتطوير في ذلك. معهدنا هو أحد المؤسسات أو المراكز الموجودة في دولة قطر اللي تنتج أبحاث تساعد وتحاول أن تدعم صناع القرار في قراراتهم وخططهم الاستراتيجية. نتعاون أحيانا بشكل مباشر بطلب منهم بشكل مباشر. حديثنا راح يكون مستمر معك سيد فهد علي البعنين، لكن مشاهدينا الكرام راح نطلع معاكم فاصل قصير ولنعود نستكمل حديثنا مع ضيفنا. حياكم الله ويانا مشاهدينا الكرام، رجعنا لكم بعد هذا الفاصل ومستمرين في حديثنا مع السيد فهد علي البعنين مساعد باحث في جامعة قطر. يعني اليوم احنا نتكلم معاك عن هذه الورشة على التحول الاقتصادي والاجتماعي والثقافي من أجل التنمية المستدامة. بالنسبة لهذا المؤتمر، هل تقدر تشاركنا بعض النتائج الحلول اللي طلعتوا فيها من خلاله؟ طبعا احنا حاليا في طور إعداد التقرير النهائي اللي أكيد سيكون مرتبط بالنتائج، ولكن أقدر أقول إن معظم النتائج ستكون متمحورة حول أحدث الممارسات المتعلقة في موضوع المؤتمر، بالإضافة إلى ذلك أهم الجوانب التي تطلب منها إحنا كباحثين التركيز عليها وسد الفجوات البحثية المتعلقة بذلك، هذا فيما يتعلق بالتوصيات والنتائج. أكيد اليوم احنا نتكلم على هذا الجانب، موضوع التحول الرقمي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي من اجل التنميه المستدامه. كيف ممكن للمجتمع الاكاديمي وايضا الصناعي التعاون لتحقيق اهداف التنميه المستدامه؟ مثل هذه المؤتمرات عموما هي احد الوسائل اللي يجتمع فيها هذا المجتمع، يتبادل الخبرات يعني تبادل الخبرات وتبادل أحدث النتائج البحثية المتعلقة في هذا المجال، بالإضافة إلى ذلك بإنتاج الأبحاث التي يعني التركيز على الأبحاث وإنتاج الأبحاث التي تمس احتياجات المجتمع والدولة عموما. يعني هذا بشكل موجز. نعم كده الله يعطيكم العافية وما تقصرون على مثل هذه المؤتمرات صراحة المفيدة للمجتمع القطري وأيضا كل من هو موجود في أرض دولتنا الحبيبة قطر. كل الشكر لك سيد فهد علي البعنين وأنت مساعد باحث في جامعة قطر. شكرا لكم وأشكركم على هذه الاستضافة. واجب هذا واجب. الله يطول لي بعمرك. مشاهدينا الكرام، من بعد هذه الفقرة الحوارية الثانية في برنامج حياتنا راح ننتقل معكم إلى موضوع آخر وتقرير. يعني احنا اليوم نتكلم على مجالس أهل قطر. مشاهدينا الكرام، يعني راح نشوف معكم هذا التقرير اللي أعدوه زملائنا خلف الكواليس، ولنا رجعة لنتكلم في موضوع آخر. نتابع معكم.
هلا ومرحبا بالجميع. يا هلا بكم في مخيم أخونا أبو عزام للمرة الثالثة على التوالي، كأس العالم وكأس أمم آسيا اللي انتهت يعني قبل فترة، والآن كأس آسيا تحت 23 سنة، والخيمة هذه مفتوحة وجزء من الضيافة القطرية، تجي الوفود هذه المشاركة ويشوفون التراث العربي والخليجي، والحمد لله الأمور طيبة والخير واجد، وهالقطر متعودين على الأمور هذه، يعني ما أخذينا من سمو الأمير الوالد والشيخ تميم بن حمد والشعب القطري الكريم. هذا إنجاز لنا إحنا كقطريين وكدول الخليج وكالأشقاء العرب بشكل عام، وقالها الأمير الوالد راح أخلي الكل يتمنى أنه يكون قطري، وقالها سموه الشيخ تميم بعد قال أهلا بالجميع في دوحة الجميع، وحنا نقول أهلا بالجميع في مضيف الجميع، مضيف كأس آسيا، ولحد الحين ما وقفنا إنجازات، راح تشوفون إنجازات وإنجازات وإنجازات. واليوم احتفالية بمناسبة كأس آسيا اللي تحت السن 23، فدائما وابدا أبو عزام معودنا أننا نستقبل الوفود والضيوف الذي يحضرون إلى دولة قطر الحبيبة، فإن شاء الله في كل ملتقى وفي كل حفل بتحصلون أول الناس إن شاء الله مشاركين ومساهمين بإذن الله. Hospitality is so fantastic and so great, and all sports events which was organized by Qatar, it's the highest level what I saw. And I visited many, many countries, but the safety and hospitality, it is fantastic. The same, this event, championship under 23, it's organized also very good, and people feel safe, people feel comfortable in this country, and actually it is what Qatar is doing. They try people to feel comfortable. المكان هذا مفتوح دائما، واكثر البطولات استضافها من هنا بنفس المكان، وهذا شيء يشرفنا الجميع طبعا، وهذه عادات اهل قطر طبعا، وهذا يعتبر ما شاء الله تبارك الله نقطه، طبعا نقطه تجمع زي ما تقولون ضيافه، جميع من جام ما شاء الله تبارك الله سوالهم عزيمة هنا وجماعهم، وما شاء الله محتفلين مثل ما أنت شايف. فرصة طيبة ليتعرف الوافدين على ثقافة البلد، على كرم أهل قطر اللي عودونا عليه خاصة في مثل هذه البطولات، ويعني بالتأكيد الكل يشكر أهل قطر على ضيافتهم، وهذه حلاوة البطولات التي تقام هنا في قطر، هي ليست فقط كرة قدم، هي يعني تعارف وأيضا فرصة كبيرة من أجل أن يكتسبوا ثقافة أهل الخليج وتعرفوا عليها أكثر وتزيد العلاقات والأواصر بين الأشقاء. أكو اهتمام من دولة قطر ومن شعب قطر. اليوم احنا في مضيف اخواننا واهلنا هنا، تشوف احنا بنص اهلنا وناس، يعني العروبه موجوده، العقال موجود، الشماغ موجود، الضيافه، القهوه كلها موجوده، كل انسان يعني جاي يضيف قطر وينزل عند قطر يشوف اهل قطر ناس مرحبين بالكل، ونتمنى انه هذا الشيء الجميل ان شاء الله نشوفه بكل بلداننا العربيه. العشائر اللي موجودة هنا والقبائل نسميها عشائر، هم قبائل اللي موجودة هنا، إنه استضافوا هاي من جميع العربيين، عراقي ومصري وتونسي وكويتي وسعودي، فهذا الشيء كل جميل، هذا ينقص صورة للغرب إنه إحنا العرب إحنا أهل الكرم وإحنا أهل الضيافة وإحنا أهل الشهامة بكل شيء. كأس العرب راح يجون كله يشوفون المضايف ويشوفون البيوت ويعوفون الفنادق، ففيكم الخير والبركة وحياكم في قطر، وقطر للجميع.
حياكم الله ويانا مشاهدينا الكرام إلى موضوعنا الأخير لهذا اليوم. شهدت الشوارع التجارية بشكل ملحوظ اكتظاظا بالوقوف الممنوع للمركبات على حافة الطرق وفي أماكن تحميل الركاب للحافلات العمومية، مما يساهم بإعاقة حركة المرور. أكيد مشاهدينا الكرام، عبد الله، بدورها قامت الإدارة العامة للمرور بمخالفة المركبات التي تعيق حركة السير وتساهم بمثل هذه السلوكيات بالارتباك المروري. للحديث حول هذا الموضوع يسرنا أن نستضيف الرائد جاسم غانم آل ثاني، ضابط مخالفات بالإدارة العامة للمرور. شاكرين تلبية هذه الدعوة وجودك معنا في برنامج. شكرا مسؤول سلمك، شكرا أخوي عبد الله، شكرا أخوي فيصل، ويسعدني وجودي معكم في البرنامج. الله يعطيك العافية. يعني اليوم احنا وياك الرائد جاسم، خلنا نتكلم عن آلية رصد مخالفات الوقوف الممنوع للمركبات. طبعا من الآليات اللي نرصد فيها المخالفات هي الدورات المرورية المنتشرة في كل مكان، ايضا عن طريق كاميرات طلع. اكيد بغان، خلينا اليوم احنا نتكلم على هذا الموضوع. دائما بعضهم يقول لك والله مثلا انا مش قصدي هذا الجانب اني انا اعرقل حركه المرور، انا بس والله نزلت والله مثلا رفيجي، نزلت اخوي وغيره من هالامور كلها، لكن ما ينظرون الى الجانب الثاني اللي هو الاضرار اللي ممكن تترتب عليها مثلا وقوفه في هذا الموقف. صحيح، طبعا الوقوف الخاطئ أي كان أو من السلوكيات اللي يكون تبعات لها تبعات استحامات شديدة وارباك لحركة المرور. فطبعا احنا دائما نوجه أن من السائقين أنهم يعني يحاولون يتوصلون لمواقف قريبة أو لأماكن الوقوف أو الانتظار. نعم، يعني اليوم بعد واحد بيقول أنا بوقف عند سوبر ماركت ولا بوقف عند مكان محل، بنزل بخلص شغلة بسرعة وبرجع، ليش ما يجوز له أنه هو يوقف المركبة وهي مثلا شغالة لفترة بسيطة وفترة سريعة؟ شنو اللي ممكن يتسبب في هذا الشيء؟ نفس ما وضحت في النقطة السابقة راح يسبب ازدحام وارباك في حركة مرورية، واحنا ما نتكلم عن الفترة قصيرة أو طويلة، لازم يحط سائق المركبة في باله أنه هو ليس لوحده في الطريق، في يشارك الطريق مع سائقين آخرين، هم أيضا من حقهم الطريق، وسلوكه الخاطئ هذا راح يسبب أيضا بالازدحامات وارباك الحركة. أكيد ممكن في بعضهم يقول لك والله مثلا أنا شفت هذا موقف جانبي ولقيته فاضي، فقلت أن أستغل هذا المكان دقيقتين خمس دقائق أن أنا أخلص مشواري ولا الشيء اللي أنا طالع عشانه وأعود. لكن أيضا ما يجهلون على النص القانوني حول مخالفة المركبات لهذه المواقف، فما هو النص القانوني؟ في بداية النص القانوني هو المادة 78 من قانون المرور اللي يندرج تحته الكثير من المخالفات المرورية، منها الوقوف على الأرصفة، منها الوقوف على تقاطع الطرق، منها أيضا الوقوف على الممر المشاة. هاي طبيعة الحال تكون مخالفات وسلوكيات تأثر بشكل كبير على الحركة المرورية. حلو، فبناء عليه تم رصد المخالفة بناء على القانون المروري. أكيد أكيد، هذا القانون هالمادة اللي هي اللي إحنا تكون تشرع السلطة المرخصة لنزال المخالفة على الشخص المخالف. حلو، الحين شخص خالف وخالفته ورجع خالف مرة ثانية، اليوم احنا لو نتكلم عن التوعية الوعي بالنسبة لكل من هو موجود في أرض دولة قطر، شنو هي الحلول اللي ممكن أن تطبق على أساس أن هذا الشخص ينتبه أن هذا المكان مثلا خاطئ ما يصير أن تتوقف فيه، لأنه ممكن أن تضر في السير، ممكن أن تسبب أزمة لشخص معين حاب أنه يطلع أو أمور ثانية، فاليوم شنو هي الحلول اللي ممكن أن تساعد في الحد من هذه الظاهرة؟ من الحلول طبعا نشر الدوريات لتحقيق الضبط والربط المروري في الشوارع هذه، ايضا التوعيه تلعب دور مهم في رفع الثقافه المروريه لجعل السائقين يعني يلتزمون بالقوانين واللوائح المروريه. اكيد، يعني تفضلت وذكرت في بدايه هذا اللقاء يتم رصد المخالفات من خلال طريقين. صحيح، الا وهو الدوريات المروريه. أيوة. وايضا انظمه مراقبه الكاميرات نظام طلع. ممتاز، هل هناك ايضا بامكان الاشخاص مثلا انا ولا عبد الله شفنا مثلا احد الاشخاص اللي مثلا ركن غلط وصف سيارته وراح ولا افتكر بمثلا السير او المركبات اللي مثلا ممكن راح تجي او تمر او مثلا
تسبب عرقلة. صحيح. طبعا عن طريق تطبيق مطراش 2 في خيار تواصل معنا في هذا الخيار المرور، تقدر تلتقط صورة للمخالفة وترسلها لنا للدار العام المرور، واحنا من جانبنا راح يتم التأكد من المخالفة اذا كانت صحيحة ام لا. ممتاز. من بعد التحقق فممكن يتم انزال المخالفة على مالك المركبة. صحيح، اذا كانت صحيحة وتطابق الصورة بالمواصفات والرقم نعم يتم انزال المخالفة. يعني ما حد يقول انه والله مثلا لا هاي متحبل لي، هاي يبي يطيح علي مخالفة ولا يبي يسكني بمخالفة ولا غير من هالامور كلها، يتم التحقيق والنظر في هذا البلاغ او الشكوى. اكيد احنا كقسم المخالفات احنا اللي نعيد او نلقي النظر على كل المخالفات اللي تكون جايه او صادره من الاشخاص عن طريق مطراش. ممتاز. يعني صراحة تطبيق مطراش ريحنا بشكل كبير فيصل والرائد جاسم. يعني الحين قبل كنا إذا صار حادث في الطريق الكل يوقف ينتظر لين ما الدورية توصل، الحين مع مطراش صراحة يصور ويحرك مونتره وبعدين يتواصلون مع المرور، فهذه نقطة جدا إيجابية. اليوم نصيحة توجهها للمشاهدين حول الالتزام بقواعد السير، ما يوقفون في الأماكن الغلط، حتى أيضا السرعة، حتى أيضا الإشارات، فشو نصيحتك اللي توجهها لهم؟ طبعا النصيحة هي الالتزام بالقواعد واللوائح المرورية، أيضا الامتناع عن السلوكيات المرورية الخاطئة، أيضا إذا السداد المبكر للمخالفات في حال وجود مخالفات لتجنب تراكمها، أيضا الاستفادة من خصم 5% أثناء تسجيل المخالفة خلال شهر. أكيد. وأيضا بعد حتى بعد أيضا الأشخاص اللي خلصت استمارة موترهم علينا يلتزم بتجديد. أكيد تجديد هذا شيء مهم طبعا، التأمين أيضا شيء مهم طبعا. أكيد. الله يعطيكم الصحة والعافية. نشكر ضيفنا الرائد جاسم غانم الثاني ضابط مخالفات بالإدارة العامة للمرور، شكرا جزيلا لك. شكرا لكم على الاستضافة. يعطيك العافية ما قصرت. إذا مشاهدينا الكرام يعني هذه نقطة جدا مهمة، أن أنت ما يصير توقف سيارتك في نص الشارع على أساس أن تخلص شغلة حتى لو كانت بسيطة بالنسبة لك. وإحنا يمكن قبل أسبوع فيصل أيضا تكلمنا عن هذا الموضوع، أن الواحد ينزل من السيارة ويخليها مفتوحة ممكن يكون فيها مبالغ مالية، ممكن يكون فيها أشياء مهمة، أوراق مهمة، فدائما نحاول أن نحاسب على الأغراض الموجودة في السيارة وسكر السيارة وانزل حتى لو دقيقة دقيقتين. يقول لك فن وذوق وأخلاق. أي أنا كنت بقول هندسة متعود على الملاعب. مشاهدين الكرام نتمنى لكم السلامة وين ما تخطي خطاويكم لازم تأخذون بعين الاعتبار أنه مثل ما تفضل ضيفنا الكريم أن هناك سائقين آخرين يشاركونك هذا الشارع، فنتمنى السلامة للجميع والله يحفظكم إن شاء الله. والوعد راح يتجدد بكرة في نفس التوقيت 7:00 على شاشة تلفزيون قطر. فمان الله، مع السلامة.